اهلا وسهلا فيكم. لا تقلد الحركات. اهلا وسهلا حركات فيكم. لا تقلدها. اهلا وسهلا فيكم اليوم حلقه جديده من برنامج وما تضحك. نقطه لفادي. لا في معلومه ما بتعرف، وصلنا عاملين شيء 50 حلقه. 49 49 دقيق. شوف الدقه. 49 فوز لي وحلقه تعالوا. هو انا لا تزعلني عليه، لا بربحه عن جد بعدين. والله العظيم بكي بقطع القلب. والله ما تفكري هيك شيطان. اليوم ضيفتنا ممثلة ريج خضور. هلا اغلب نحن المتابعين وطن عربي فاكيد بتعرفوها من مسلسل شو؟ باب الحارة. مين بتكون؟ بنت وباب الحارة. بنت وباب الحارة اكيد مرت العصام. مرت العصام عن جد. لطفية مرت العصام الأولى. نيالك. حبيبي انت الأولى يعني. لكن هو قال لها انه انت الأولى والباقي أرقام من بعدك. ليش ما اخذ الرابعه؟ خبري لو صار يعني ما كان اصلا بالجزء الجديد بعد ما اجيت انا خلاص نسيته القصه. مسيطره. صار تخيل عم تغني له مسيطره لعصام حمشي. تخيل ايه بالشام يا مسيطره. لا حمشيك ما مشينا طبعاً هي الغنية. انا اسفه يعني بس البنات كيف بيعملوا لها فيديوهات مسيطره حمشيك مسيطره. هي تكون تخيل تخيل لطفي وهي بتكون اذا بدها لها حبيبه تبع بتخاريه تماما بتكون جايبه رقم واتس ثاني عم تقول له انا بنت خالته لفلانه هي بالمشفى. بنبلش الحلقه اللي راح اربح فيها. يلا هلا بنشوف. وهلا مع فقره نكته منكوته، اللي بيحكي نكته وبيخلي الضيف يضحك بيكسب نقطه. حطي لون بعقلك. اوكي حطيت اللون. ايه. تخيلتي له اللون. ايه. تعرفي شو هو اللون؟ مو ايه شو هو اللون لازم اقول لك شو هو اللون؟ بنفسجي. صح. الحقيقه هات خيزراني. الحقيقه يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. يا عمي دمك تقيل. ليه؟ ليه؟ والله العظيم انا حسيتها هيك شيء. لا لا قلي شو حسيتها بس. قلي شو حسيتها. والله حسيتها حلوه. وشو حسيت لما حسيت انك حاسسها؟ انبسطت. يعني نقطة. لا طبعا لا طبعا اذا بعطيك نقطة والله بيشرشحونك. لقاحة لقاحة لقاحة. شوفي لقاحة. انا حليم. حليم انا عبد الحليم. حليم انا يعني انا هادئ وهيك موزن فاشل. تفضل هات النكتة. الله يستر انا خايف نكون عم نبهدل فيه. تجي انت لا انت مشان تعرفي اني جايب الثقه. تفضل الكل. قال مره واحد هيك متجوز رجع على البيت اخر الليل عم فتح باب البيت لقى مرته عم تخونه. طلع هيك قال له برافو برافو اليوم عم تخونيني بكره فوت لاقيكي عم بتدخني. يلا شو قديمه. على فكره لو 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 نهيت عند برافو برافو كنت كان عندي مشروع ضحكه بس تبع بكره اديله شوف 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 شوف. ايوه انا مواليد حبيبي 86 وشوف شوف 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 اي سنه سمعتي يعني بال 73 سمعتها. والله العظيم شايفه مره في واحد محشش. ايوه راح لعند رفيقه النسوانجي. ايوه قال له معلم شان الله لك كيف بدي ظبط نسوان؟ قال له يا حبيبي البنت بتحب السياسه. قال له تمام. راح المحشش شاف اول بنت قدامه هيك غمز قال له شو اخبار الحوثيين؟ انه سياسه وحوثيين. لحظه شو بالله اشرح لي اياها لسه. لك لقلي هو محشش. ما قلت له وصله لصف بدي اقول لك شغله. قال لي لي بس بلا عنف بلا لا بدون عنف. جيب كتالوج كيف طريقه اداء النكات. اول شغله المفروض ما تعك بالنكته. انت عكيت بالنكته. انا معك انا معك عكيت بدي اقول لك روح اقفل تكفي يلا نكمل. انت برجك الجديد. ايه ايوه نقاشاتنا طويله نحن. ايه تاني شغلة. تاني شغلة. فهم الشخص اللي مقابلك إنك تقولي. والله حكيت لك فهمتك منيح أنا. One hour later. هلا بدي أحكي واحدة أنا كمان شكلي حتغصة. أنا خايف من بقية الحلقة. هلا الواحد لما بينام بيشوف كوابيس في حالات كابوس رابوس جاثوم. تعرفي الجاثوم؟ الجاثوم إذا غنى شو بصير اسمه؟ جثمي. ايوه بتحب هذا الليفل. اوكي اوكي تمام تمام
فهمت عليك هيك انتبهت انه انا لما قلت الجاسوم تخيلت كيف حتكون النكته تمام في في واحد اسف في شغله بالكتالوج رح اضيف لك اياها اهم شغله انه انت ما بتضحك على فهمت عليك قلت 48 حلقه مدير 50 عامل له ديف انت بتحكي النكته وانت الوحيد اللي بتضحك عليها انا المهم مبسوط قبل ما يحكيها بضحك كثير اكتفاء ذاتي هي بقى اكلت هوا النكته لانه كثير معجب فيها انا فهلا انا متوقعه لا احكيش امامي انا عم بحس النكته مو بس عم بضحك على النكته واقف على المرايه بحكي النكته وبضحك والله هيك بامي لا اهبل اسمعي مره في واحده بحشش سمع اغنيه كمان منا عم عادة كمان منا بس انت هيئتني نفسيا بطريقه مو صح هي المفروض تحكيها انا حاسه حالي عم استذكر لا خلي ماشي هون بقيت ما بدي هلا حسيت انا ما يا ريتك بتحكي النكت مثل ما بتعمل رياكشنات ما تفضلي يعني مهضوم انت لا انا هيك عفوي ما بحب استسجل نزع القصه تعفوا خسة رجعت على البيت يوم الخميس لحظه لا حالة بتضحك خسة رجعت على البيت يوم الخميس كمان لقيت جوزة هيك ناطرها بغرفة النوم فقطت لعنده غرفة النوم سكرت باورها بتعرفي شو صار ما خسك يا قديم هي يمكن تكون قديمة بس لكن نقاها أنا لكن نكتب بخيال ضفت عليها رجعت على البيت هلا شو تخيل أنا هلا شو رح تخيل أنا ليش عم بتحكي؟ عم بتحكي عن النكتة يا مبتحكي لا والله مش عجبتك لا والله كثير بحبها هي النكتة كثير بتحبها؟ كيف بنلقط الفار فار هيك وضعه في رمضان انا الرواية اللي بعرفها مستحيل تكون هي لأنه ما بتحكي على الهواء لا هو هيك والله يعني ما هو هيك وضعه ايه كيف بنلقط الفار كيف؟ نحط له جبنة أبو الولاد تعرفي ليش الغيوم بتجمعوا مع بعض؟ ليش؟ لأنه نصحى وانت لا عم تضحكوا؟ صحى؟ ملعوبة سحبة مع بعض شبك شو صار لك رنين؟ أماني زوريني مثل ما كنت عم تزوريني إن شاء الله زورته لا ترى كمان واحدة أنا ما بحس بس مستحيل ما أكل زورة هو ورنين لا تحكي وانت لا تحكتوا إيه ده في إيه؟ أنا ما ضحكت والله العظيم إيه والله أنت شكلك أنا والله ما ضحكت طب في مبرر غير إنه يكون أصحاب لحتى يمشوا مع بعض؟ لا ما ليش نجوم ما بيمشوا مع بعض؟ ما في مبرر درامي ما في مبرر بعمرك شفتي نجمة ماشية مع نجمة؟ ما له نصحى خلص لا بقى تبرر بالنكتي هلا رح تعرف تخسر نقاط نحن خلصنا نكا فقرة التظبيط هلا رح نشوف مين حيقدر يكسب نقاط لما يتغزل بالضيف هلا انت من حمص ولا من حما؟ نص بنص بس قليلي من وين؟ من حمص ولا من حما؟ لانه انا انت من حما لا عادي انا كاتبها بحيث انه شلون ما اجت تجي يا سيدي لا من حمص من حمص قلت لكم حلاوة الجبن حمصية حلوة والله ملعوبة مشان ننهي الصراع يعني بقى وخلاص شفت عمالها علي كتير يلا شو بيتعذب بالشغلات هو أنا واجعني قلبي عليك حلوة برافو والله تحسنك تعذبك خير الله تعرفي إنه أنا صلي 12 سنة عم بحضر باب الحارة وأعمل دراسات أحضر باب الحارة وأعمل دراسات أحضر باب الحارة وأعمل دراسات مهم 12 سنة عم بحضر باب الحارة وأعمل دراسة آخر شيء توصلت لنتيجة مهمة بعد كل هالدراسات اللي عملتها لا ما حقلك يعني كلهم حاعطيك الخلاصة خلاصة الخلاصة الخلاصة ذاك الغبرة هاي لأنه من الجزء الأول هاي الدراسة ضعت الخلاصة ناكل حط الخلاصة على وش لسه آخر شيء توصلت لنتيجة إنه عصام أحول لأنه ما حدا عنده هالملاك بتجوز عليه ثلاثة عن جد دراسات 12 سنة تخيل ما أخذ نقطة ساحل عليا 3 نقطة لا لا على قد نسوان عصام على قد نسوان عصام إيه والله إيه والله معك شو عامل فينا ميلاد هاي كتير تعبان والله بتستاهل 3 نقطة شان كل ما أحكي لها شغلة تضحك هلا لطفية والله ما بصير ثلاثة حكيني لقلك نحن عم نعطينا نقطة واحدة انت ليش عينك عم محلك تعال لا مو عيني محلك صير حكمي بفوز بالحلقة ثلاثة هلا بدك تفوز بالحلقة بدك العافية رحنا بدك كان يروح
روح. لا خليك بقى. خلاص خليني هنا اقطع. هلا انت ثلاثة وسعي لي هون على الباقي. لا نبي انت كمان. خلاص يعني انا حلك. تفضلي. لا امانة تفضلي عني. تصير حكمة انت اعطيه الباروكة. هاتوا هلا كنت عم تلعبوا فيها. ها زتية. ها تفضل صير حكمة. انا شيرين. حالي شعري. والله حلوه شغلات الحكم انه بتغزل اه جعبالك انت مش عبالك عن جد جعباله الحلقه الجايه مستضيفك انا وفادي ايه اوكي ميت اهلا وسهلا فيك نهار عيني كل النقط لك كل النقط لي من هلا يعني على اساس عم تشيل لي انبوز هلا عم يشيل لي انبوز انه يلا مشان يلا احكي لك هلا وحده والله عجبتني الفكره والله العظيم خذ نقطه اذا بتلبسها شو بتلبس البيروك وبتحكي انا ما باخذ نقطه غير هات الباروك لك لا لا هلا انت متخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم التمثيل بس مقدمه يعني قبل شو اسمه معهد فنون التطبيقيه قسم النحت قسم النحت ايه طيب بتعرفي انت لو كنت على ايام النحات مشهور دوناتيلو شو كان يسموكي دوناتيلا نوتيلا إذا في لحد اسمه نوتيلا شكلها وكذا الله حلو أنا بحب النوتيلا والله وأنا كمان بس يعني أعذرني ما فيها نقطة واقف مصدوم في مرايتي حبيبي ليه تلوني فحكيتي مع أنك كتير تعبان عليها زعلت أنا زعلانة عليك تعبان عليها باحث تحبي شيرين؟ ايه قرحة تاني لا يلا ما بردك تحبي شيرين؟ في نقطة؟ لا كده؟ كده يا قلبي حتى مني أيوه ذكرتني بحدا طيب يعني ما في نقطة؟ لا الله يسامحك بس شلون نعرف ليش ما أعطيتي نقطة شلون نعرف إنه أول شيء ما بصير أنت ما قلتي تعلم الواحد من أخطاء غيره صح تعلم من كيسي تعلم أنت كمان بالطريق أنا ما بعرف أتعلم تعبان عليها وكل شيء ما وضحت الدو دو نوتيلا شو بدك تقولها دو نوتيلا دوناتيلا احساس اتبنى دوناتيلا هاتوا الباروكه هلا هاتوا الباروكه شو والله العظيم والله العظيم حيرتيني خلص ما بدي نقطع تعلم تعلم بتعرفي انا ما بحبك هيك كثير بحبك يعني بصمت مسلسلاتك لدرجه صرت اتقمص المسلسل احكي لي شو اكثر مسلسل هيك مثلتي فيه بتحبي بحب رفت عين دغري بس ينذكر والله العظيم عرفت دغري دغري عرفت انه لا رفع عينه حلو حتى مو بس هيك رفقاتي شو بنال شو بتنادوا لي محمد مو رفرفه يعني رفرفه رح يقتل حاله من ورا هي الشغله شو عم يصير من وراي عم نذكر المسلسل احداثه احكي لك هي ما لها ضربه اوكي انا متوقع انه اكل ضربه او هيك اقلب من وراي لساتني بلاش بلا بلا لساتني حكينا على المسلسل يلا مش رجعتك لقصة الشخصية ضليت ألفي أنا علاف بدي خمس دقايق بس بس استرجع لي عليها خلاص شباب طيب انت كنت بتلعبي جمباز وباليه وهالشغلات مو صح على فكرة واضح هالشي لأنه من أول ما شفتك حبك فسخني حلو حلو برافو عن جد برافو ما في ضرب نقطة حلوة كلياتنا بنضحك ايه ايه لاحظت كيف هي أول مرة من أول ما صورنا البرنامج حالة بضحكنا العمى فشابو مو هيك قول اسمي ديف تسليك أنا هيك سلكوني أي حاجة الأيلاينر اللي عملتيه أنت اللي عملتيه ايه بتعرفي لو بتعامليني بنص الرواق اللي بتعاملي فيه الأيلاينر كنا هلا متجوزين عنا أربع أولاد أوه كثير حلوة سقف له لرفيق أوه وصلتني من الضحك طيب مثل ما الرجال تعلم معلش مو غلط واحد يتعلم مثل ما الرجال بيحب بطنه المرأة بتحب مكياجها كذا طبعا والله هلا طلعت بالي وحده هيك هات هات لنشوف ما هي ما دخلها بس يعني اي معلش بلون دخلها انت دائما باللي ما دخلك انك احسن انت الهايلايتر حاطيه بايدك ايه المشكله اني ماني حاطه هايلايتر حاطه برونزر فيه جلتر انا حابس هايلايتر هايلايتر ايه انا حاطه هايلايتر ايه حلوين اخر انت عبيط يا لا لا
طيب رح اقول لك الغزل تبعي. ما بعرف شو بيعملها علاقتها. طيب مو بيضوي مدري شو بيعمل. بيضوي علي يا خلال. لو ضويت علي. ايه شو. ما بدحكي هيك. طيب بدك لايتر تحرك حرك. بدون الها. طيب انت شي مرة شاركت بمسلسلات بدوية؟ لا. تعني عمل مشهد معنك ولا مشاركة بمسلسلات بدوية؟ يول وش اسمك؟ اسمي زوينة. لا بدي اسمي. لا بدي ما بصير. إن شاء الله. لك إن شاء الله. أنا مو لاعب على إن شاء الله والله العظيم تعبان. نعيد نعيد المشهد كات عيد عيد طلع الكاسة عيد المخرج يعني أساس. يلا يول وش اسمك؟ وش يول؟ هن هيك قالوا. الكاتب هيك بده. أنا دخلني ممثل. ماشي تستفيد. مالي علاقة شو بيقولوا عنك؟ الكاتب هيك بده. أوكي ماشي. شو عامل له؟ يا ولية وش اسمك؟ اسمي أريج. واني أريجك بالحلال. يا حرام شو صار في لما قلت له زوينة؟ شو زوينة؟ شو بدي أعمل بجوينة أنا؟ شو الاسم جويرة؟ زوينة. زوينة. أنا كتير هذا الاسم. واني من زمان مزوم عليك. صدق عايزك تغري. انا عايز اتزونك. اتزونك؟ نتزون يعني. وناد. وناد. انت ما عندي على الانستغرام، ممكن تعملي لي فولو بس على الانستغرام؟ ايه بعمل لك فولو بس ليش؟ ليش؟ عشان اعمل لك فولو باك. عشان بكره بس يسالني ابني لبابا انا كيف اجي؟ قال له عملت لي امك فولو، هي عملت لي فولو باك. وجبناك ولك. فولو باك جبناك ولك. على القافية يعطيك العافية. كثير طويلة ما عاد اكتب شغلات طويلة. طويلة ايه فولو وما عم كيف فولو يعني. برافو عليك. انا خايفة اعمل لك بلوك. ما بصير هيك فادي طول امورك. وبهي الفقرة بده يحاول كل واحد يشرح اسم الغنية بالاشارة. بلش. لا انت رح تبلش. قلتوا لي انا مرت عصام. يا سيدي انتوا مثل نسوان عصام ضلوا مو طبيعي. بلش. لا انت بلش. لا انت بلش. كان ما فيش بلش فيه المشكله. اول كلمه شكله مسيطره حمشيك مسطره. هيك بتستفاد. انا ليش طلعوا لي هدول؟ هيك بتستفاد من المقدمه. يلا يا ضعيف كتار. هدول كم كلمة؟ نعم الله يبارك فيك. كلمة يا عمري انت مو معقول. والله العظيم بيبك عليه. اول آخر كلمة. كلمة اخر كلمة سوري. عم نشرب مي. مي. الله لا يوفقك. الله لا يوفقك. مي. ايه تاني كلمة شم. ريحة. ريحة مي. ورد. ورد. ايه ايه عرفتها بس لا ما تعرفي. عرفتها الغنية. لا 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 مو هي مو هي. أول كلمة مو هي والله. لا ورد. لا نصيب زيتون هي. ما ورد. ما ورد. لا أكيد ماشي ما ورد. شو هذا كمان شيء لأن نقطة أنا اللي بخسرها. ما زهر ما زهر. إيه إيش لأن ما في ما في. ما في ورد بيطلب باي. قدينا نتائج بس لنعرف قدينا نتائج. انت هلأ كل موضوع النتائج همك؟ انا بصراحة همي انه انت معنا مبسوط. كذاب. لكي طلعت للألف في كثير صفات. معناته انا احزر جو. انا انسان منيح وما بعرف اكذب. كمان كذاب. يا ولي شو كذاب؟ لأنه هو كيف قاله؟ أنا إنسان منيح عك بالمنيح فبين إنه ما أنا منيح. إيش أنت مالك منيح؟ واحد بس عك معناته شو اسمه ما أنا منيح؟ مالك أنت بتبحث كتير وتجيب القصص بحث بعلم النفس. إذا الواحد عك شو بيصير؟ شو بيكون؟ بصير عكاك. لا. نقط نقط. تعادل. شلون تعادل؟ في نقطة زيادة لإلي. لا أنا هلا جبتها بهي تبع أريجك. والله أريجك. لحظة. لا مو لحظة. أنا كان ديف بلابا. لا والله. رجع عمل. بس ديف. بس ديف. ديف بس. أخي تعال. لاحظت أنك كثير عم تنعدى دير بالك. إذا هو عم ينادي لك ديف. طيب نحن تعادلنا هلا. إيه بس ما رح نرضى التعادل. أنا ما نرضى التعادل. لازم نعمل شيء. أنا جاهز. أنت فو. ولي ما معي شيء. معي واحدة كثير سئيلة بس إذا. أمانة أمانة تحكي لها.
هي كتير سعيدة. شو هي؟ نكتة؟ ما بعرف هي نكتة وغزل. لا غزل. عندك شيء؟ تفضل. ما هلا منتسلك. تسلك أمور. تحب الحيوانات؟ كتير. مياو. كنا خطرة ببالي بس قلت ما حنزل لهالمستوى. انا راح اعطي راح نقطع هلا بمين اللي لا ضحكتي والله ضحكتي ما لا هاي هاي الفقره انا قررت انه اللي بتكون نكته احلى هو اللي حياخذ النقطه. على فكره امبارح انا ما حنزل هالمستوى انه صير قطع عم حاولت اقلد صوت الدلفين في معقول ضبطت ما بحزن شو لا بارني بهوا اي ميت يور ماذر مو بقلده على فكره اللي كان انا اكتشفت انه حاطين له اياه بالمونتاج حط لي اياه بالمونتاج اللي لو انك مقلد صوت طب شوف انا شو كنت اخذت 10 نقط طب شوف انا شو دقيقه جرب هاي دقيقه 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 ديبس 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 دقيقه شو انا في عندي شغله ديبس قبل الفاضي تحبي الحيوانات لا انت بتحب الحيوانات انت عامل شغله مش ماني عامله اذا بتكون عامل نفسها ايه تفضل انت بتحب الدلفين ما حول تحب الحيوانات هي انت اللي قلتها هي انا بتحب الحيوانات والله عملت حالك ايه انا كثير بحب الحيوانات ما انت ما غلطت بس هو عم يجرب يغير عن اللي انت عامله اساس الدلفين شو اميره دلفين انت بتحب الدلفين ها لك والله عظيم والله رجلي رجلي شوف شوف دقيقة بس نعمل نفس الشغلة لا هاي قوية هاي يلا لسه معك محاولة محاولة الأخيرة نحن إذا عملنا هون ما إنك تحبي كرة القدم إذا عملنا فريق كرة قدم شلون رح يكون شكله؟ رح أقول لك كيف مهاجم باق يسار رأس حربة باق يمين خط وسط سنتر جيب الدفاع الديف ايه سنتر جيب جي طبعا نقطة بنقطة شو رجعتوا تعادلتوا نسالي واحدة بس انا اه صح ايه ليش الفيل الأطرش بعمره مؤاكل رز بحليب خلص ضحكتي وكفي الله يكمل لي اياها لانه بعمره مو سمعان فيه تمام لاحظ انه الكل عطانا طعم وسنة ديف اريج خضور اسفة والتسعة واربعين ضيفة الليبلو كمان ولا مرة ربح ابيك لا ربحت ربحت كالعادة كنا بالحلقة جد عن جد على طول هو بيخسر لا والله العظيم شي 50 حلقة ربحان شي 10 يعني. لا بس ليك رح اقلك شغلة فادي انت كله كوم وهي تبعية كرة القدم انت بتاخد عليها شابو كبير عن جد طب في مجال صح ولا لا بس خسران بالحلقة ايه في تطور واضح وملحوظ من الواضح كان ما بدي احكيها لهي الدرجة من التطور مشان انا مشان ما خسروا فعلا عنده مشكلة تمييز الشغلات حلوة من الشغلات تماما هيك شكله مشان هيك شايفك حلو واخيرا حكى انا برايي انا انبسطت صار فيكم هلا تبلشوا الحلقه من اول وجديد اذا بدك لانه هلا فتت بالجو انت مبروك خسارتك ان شاء الله الف مبروك هارد لي انه هارد لك هي بس هارد لي هارد هارد خلونا نحكي والله ربحت احنا مسرعين انت اجيت لتربح بتروح احنا جايين اه اعطونا صحن بزر موارد صح انا لا تعرفي انه انا ما بتسلى بعدك انه اخذك جدا ما فوز كمان لا خلص مش على اعلنا النتائج ونزلت والله العظيم انا رايح على بيت امي خليها امي تقول لي انه انا ظريف وهيك لانه القرد بين امه غزال وخلصنا لا اقعد والله ما بتروح والله العظيم يعني ما دخل يعني هذا انه فادي هو الربح بس زي انت كثير مهضوم عن جد عظيم كثير بس على الفاضي يعني انت انتبهت انه كل خساره بيقولوا لك نفس الكلام انتبهت هذا انه انت مهضوم كذا ما خطر لك شغل مخك تعرف انه هي اسمها مجامله المهم اذا حبيتوا الحلقه اكيد حتحبوها اكيد بدكم تعملوا لنا لايكات كثير كومنتات كثير هيك شيء حطي رقم هيك فوق 10,000 عدد افوغادرو عدد لا متناهي احلى الروش احلى شباب